انا دي بقى هكمل. فقرة اسمها نعم ولا، هسألك وعايز إجابات نعم أو لا. اوكي. توجد فنانات غير موهوبات على الشاشة، نعم. متضايقة من نفسي لأني مش بلاقي وقت أقعد مع أولادي، نعم. محدش دلعني في حياتي خالص، نعم 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 نعم. أنا شخصية انطوائية جدا. ما بقيتش الوقت. لا. نقول نعم. 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 حاسة إني فشلت كمقدمة برامج في برنامج ولاد وبنات، لا. محدش دلوقتي بيرشحني في أعمال زي زمان، نعم. بفكر أتجوز تاني. لا. هل معقولة يا مروة إنك أنت تنسي ابنك في المطار؟ اه يا نهار ابيض، انت بتجيب المعلومات دي منين؟ أكيد نسيتي ابنك إزاي في المطار؟ بص، اولا انا بخاف جدا من حاجه اسمها ان حد يتوه، فعشان قبل ما اقول لك انا نسيته ازاي، انا معلمه ابني ازاي يتوه، دي حاجه جديده بقى يعني، قبل اي حاجه من هو قد كده، وبنتي كمان معلمهم ازاي يتوه، يعني قلت لهم تهت، لقيتوني مش موجوده، اي حاجه حصلت ستوب، اوعى تتحرك لا يمين ولا شمال، بص انا هجيبك انا هجيبك، بس انت هتروح في حته وانا اروح في حته، فستوب. اليوم ده كان جوز اختي جاي من فرنسا، فاحنا 6 اخوات، احنا 6 طالعين بجوازاتنا بعيالنا كلنا نستقبله فرح يعني، فاحنا كتير جدا، حصل ان الطياره اتاخرت وهيجي تاني يوم، فقلنا بقى خلاص بعضنا وهنروح، احنا كتير قوي كتير يعني، فوق مثلا بتاع 26 نفر رايحين، فطبيعي جدا يعني ما ركزتش. ركزت فين؟ وانا في الجراج، انت عارف بقى فين المطار وفين الجراج، مسافة طويلة بنتي لذينة، والمطار ده يعني لو أنا يا حبيبي ابني دخل يعمل تويلت وطالع بس، والتويلت كان جنب المكان الانتظار بتاعنا، طلع يا حبيبي ما لقاش حد، أنت متخيل كمية الرعب؟ أنا بقول لك ده على دلوقتي طريق وقلبي، فيلم هوم الون. أنا بقول لك دلوقتي وقلبي يعني واكلني، طبعا أنا فين يحيى فين يحيى فين يحيى، خبر اسود. جريت طبعا جري من الجراج لحد المطار، دخلت لقيته يا حبيبي كان عنده ساعتها بتاع 4 سنين او 5 سنين حاجه زي كده، دخلت عليه لقيته واقف كده، وقام شافني وراح عيط طب يعني مش ده عايزه ابنك اقول لك. نسيتيه في المطار، معقوله تنسي الجنايني في البيت وتقفلي عليه الباب؟ انا والله العظيم انا ما عنديش ذاكره خالص، انا ما عنديش ذاكره نهائي. وفي اليوم ده خرجت برضو انا ويحيى وصاحبتي ورايحين النادي وبفسح وكده، وقاعده مع صاحبتي بقولها انا متضايقه قوي، انا يحيى ما بيركزش خالص وخايفه يطلع زيي، انا عايزاه يركز في الحياه، مش عايزه ياخد مني الطبع السيء ده، وعماله اشتكي اشتكي اشتكي، وفجاه لقيت التليفون بيتصل برد، الو، قال لي ايوه مدام حضرتك، انا الجنايني، حضرتك خرجت وسبتيني في البيت وقفلت عليا. عايزه اقول لك ضحك السنين طبعا خدتها. نسيتي ايه كمان طيب؟ اقرب حاجه اقرب حاجه ده خلاص، انا يعني يحيى وهو بابا الولاد ساكن جنبنا خلاص، فبياخد يحيى العربيه بتاعته بيروح مشاويره وبتاع وكلام ده، المفروض انا اوصله في الكرسي ده، فقال لي طب يا ماما بص انا هوصل العربيه لبابا خلاص، وانت تعالي ورايا اركنها عند بابا واركب معاكي بقى توصليني، قلت له طيب. خرجت انا وهو من البيت بالعربيتين، انا بعربيتي وهو راكب عربيه بابا، ونسيت ومشيت. لقيته بيقول يا ماما انت اتاخرتي، قلت له انا نسيت، انا معلش انا اسفه انا هرجع، يا ماما حرام عليكي نسيت ابنك. وهي الحياه كده معايا. عمرك نسيتي حوار مثلا في مسلسل وانت شغاله؟ لا ده طبيعي جدا، بس هنا بقى بنعمل ستوب ويعني وبنشتغل. حلمك ايه بقى؟ حلمك ايه نفسك وحلمك ايه الحور؟ ها يا حور نفسك في ايه؟ انا عايزه ابقى ممثله كده كده، انا اصلا مش بحب موضوع التيك توك قوي بالحاجات دي، انا عايزه ابقى ممثله، وعايزه يبقى عندي بزنس جنب، مش عايزه يبقى تمثيل لوحده، علشان لو في فتره جات لي مش همثل فيها يبقى عندي انا شغلي لوحده، بس ده كل انا عايزاه اصلا، بس كده. مروه نفسك في ايه؟ والله انا اول حاجه طبعا ربنا يقدرني واربيهم، لان هم مسؤوليه صعبه جدا 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 يعني، ببقى مرعوبه، بس انا ببقى خايفه بقول يا رب، بس انا يعني اديني عمر لحد بس ما اطمن عليهم، خايفه اموت واسيبهم يعني. وبالنسبه بقى لحلمي كممثله، نفسي الاقي يعني نفسي ارجع تاني زي الاول، و
واعمل اللي نفسي فيه. يعني انا حاسه ان انا جوايا موهبه كبيره، وحاسه ان انا عندي طاقه كبيره نفسي اطلعها، وما بقاش محصوره في الادوار الجملتين ثلاثه. انا نفسي يعني احقق حلمي كممثله. انا كمان نفسي اشوفك قريب في اعمال كتيره. اللي انتحرت ونطيت وحاربت الحياه علشان ابقى ممثله. ان شاء الله تحققي ده. انتوا نورتوني، اسعدتوني جدا، وانا مبسوط اني شفتكم، واتمنى لكم كل سعاده وكل تحقيق ذات ليكي والحور، وكل واحد يعمل حاجه هو بيحبها ويحقق نفسه فيها ان شاء الله. ميرسي جدا. واتمنى لك اشوفك اعمال كتير الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. كله بامر ويعني حور هتبقي نجمه جميله ان شاء الله. معاكم الجميله مروه عبد المنعم وبنتها حور، الثنائي الجميل اللي عاملين حاله جميله جدا على السوشيال ميديا، وانا اتصور كمان في الدراما هيعملوا حاله اجمل ان شاء الله. حبيت اقدمهم النهارده في واحد من الناس.